اليوم في رحلات البشمهندس سنتعرف على طبيعة السياحة في جزر البهاما. جزر البهاما تلك البلد الساحرة التي تقع في منطقة البحر الكاريبي، وهي إرخبيل قائم على الشعاب المرجانية في المحيط الأطلسي. تتألف من مجموعة متنوعة من الجزر تصل إلى 700 جزيرة ذات الطبيعة الخلابة، مما جعلها واحدة من أبهى الوجهات السياحية التي لا تضاهى. فتشتهر السياحة في جزر البهاما كوجهة للأزواج لقضاء شهر العسل، أما العائلات فتلبي لهم هذه الجزر المذهلة كافة احتياجاتهم ليستمتعوا سوياً بعطلة لا تنسى. بين شواطئ رائعة وإطلالات تسلب الألباب، مع العديد من الأنشطة بين الرياضات المائية والتسوق وتناول المأكولات الشعبية التي تشتهر فيها البلاد. كل هذا وأكثر في جزر البهاما، واحدة من أجمل بقاع الأرض التي تستقطب إليها الكثير من عشاق الجمال والرقي.